السلام عليكم. البطل ديالنا اليوم القصة ديالو ماشي غير تصلح تكون فيلم، بل انهم داروا عليها فيلم وضرب في البوكس اوفيس الاسباني. البطل ديالنا اليوم ماشي الظروف اللي خلاته يكون مجرم، بل هو مجرم بالفطرة. شد في الحبس وكان كيقدر يخرج يضرب دويرة ويقصر مع راسه ويرجع للسيلون ديالو. قتال ما كيخافش، مجنون بالسرعة. المهم، واحد من اكبر تجار المخدرات في المغرب، محمد طيب الوزاني النينيو، تزاد من عائلة فقيرة من أب وأم مغربيين في مدينة سبتة المحتلة، وخرج من الدراسة في سن مبكر، وكذلك دخل الإجرام في سن مبكر واللي هو سن 14 سنة على عصابات في مدينة سبتة، وبالضبط في أخطر حي في مدينة سبتة واللي هو البرينسيبو، ودار بلاصتو في مدينة سبتة وصبح هو عراب المدينة. وكذلك في إسبانيا تعرف بالجرأة ديالو، حيث كان كيقطع البحر بين إسبانيا والمغرب غير باش يهز حجرة من القارة الإفريقية ويردها معه لأوروبا. سمعوا تجار المخدرات هاد الحكاية وقرروا باش أنهم يعطيوه أحد الزوارق السريعة ديالهم باش يسوقها. وفي أول مهمة ديالو لحقاته مروحية حرس الحدود الإسباني. هو ما بغاش يرمي السلعة وزاد في السرعة ديالو وحمق حرس الحدود الإسباني، وخرج على القاعدة في ديك الوقت لا عند المهربين ولا عند حرس الحدود. مين كتلحقك المروحية ديال حرس الحدود الإسباني؟ انت كمهرب كدات له السلع باش إذا وقفوك ما يلقاوش عندك السلع، وحتى هما بدورهم إلا شافوك كترمي السلعة كيقلبوا الدورة وكيمشيو في حاله. نيني في أول رحلة ديالو قدر يواجه الحرس ديال الحدود ويوصل السلعة بأمان بلا ما يرميها بلا والو. نيني كان مجرم وطائش لأقصى الحدود، حيث وصل به الأمر أنه طيح مروحية ديال الحرس الإسباني اللي كان تابعه في واحد المرة. وفي تاريخه الإجرامي عنده أكثر من 17 حالة اعتقال، من بينهم 4 جرائم قتل، وأهمهم هي تهمة قتل رجل أمن إسباني بواسطة الضرب والجرح المفضي إلى الموت باستعمال مجرفة يعني بالة، بالإضافة لتهم تهريب المخدرات، وبالإضافة للمس بالأمن العام واللمس بسلطات الجيش الإسباني، وتهم بحال هذه اللي هي ثقيل. إلا أنه كان كيكلف محامين كبار كيتولوا القضيه ديالو، ودائما ما كان كيخرج يا اما بكفاله يا اما لعدم وجود ادله كافيه وسط ذهول الناس اللي متبعين القضيه ديالو وتعرفوه شكون هو. واحد مره في اسبانيا اثناء المحاكمه ديالو باحدى التهم اللي سبقنا ذكرناها، خرج بكفاله على اساس انه يرجع للمحاكمه من بعد، ولكن ما رجعش وقدر يدخل المغرب باش يبدا عاود التجاره ديالو والتهريب من المغرب صوب اسبانيا. وكان كيستقر في المغرب بالضبط في الفيلا ديالو في مارينا سمير المتواجده في تطوان، واللي كما كنعرفوا هاد الحي راه ما كيسكن فيه غير عيليات القوم. غير هو هاد المره غادي يصطدم بارونات كبار واللي ما غادي يعجبهمش الحال ان نيني يدخل وسط منهم كمهرب، بحال الرماش وبحال الحاج الطاحونه واللي توفى مؤخرا في حادثه سير غريبه على الطريق السيار. توفى ما كملاش حتى عام هذه 29 مارس 2021. قدر انه يربط علاقه مع حوت اخر من حيتان تهريب في ديك الوقيته وفي ديك المنطقه واللي هو شريف بالويدان، واللي قدروا هو وياه بسبب الذكاء والجراه ديال النيني انهم يهربوا اطنان الحشيش لاسبانيا، حيث النيني بالاضافه للجراه اللي كانت عنده كان ذكي. قدر انه يحدد الاوقات ديال الخروج والدخول ديال مروحيات الحرس الاسباني، وكان كيصيفط 3 ديال الزوارق ديال التهريب، واحد اللي فيه السلعه وجوج للتمويه باش يدوخوا بهم حرس الحدود. طلع في عالم التهريب بحال الصاروخ، وقدرت السلطات الاسبانيه الثروه ديالو باكثر من 30 مليون اورو وهو مازال عنده 25 سنه. 2003 امور اطلاق النار في الواقعه الشهيره اللي وقعت في تطوان واللي كنا هضرنا عليها في الحلقه ديال منير الرماش. عصابه ديال الرماش والعصابه ديال النيني نساو راسهم وجاب لهم الله رحنا في البرازيل اولا في المكسيك، وجبدوا السلاح وبداو كيتيرب على بعضياتهم في وسط الشارع العام. وصل الامر ان عصابه تبعت العصابه الاخرى حتى للكلينيك باش يصفيوها الافراد العصابه الاخرى في مره. ولسوء حظ هاد العصابتين بجوج كان جلالة الملك محمد السادس نصره الله كيقضي العطلة ديالو في تطوان في نفس الوقت، وسمع صوت اطلاق النار، وعلى اثر هادشي غادي امر باش تكون حملة ديال الاعتقالات واسعة. تحكم نيني بعشرات السنوات، وحسب رواية باغاندو سيتي اولا
عربوا المدن اللي كنا تكلمنا عليها في الفيديو ديال الرماش ديال الكاتب الفرنسي جيرون بيغا، فالنيني كان عايش حياته مزيان في الحبس، يعني كان عنده 3 زنزانات مفتوحين على بعضياتهم، وكانوا هاد الزنزانات هادو مجهزين بكامل الخدمات، يعني فيهم التلفازه والثلاجه وكليماتيزور، كان كيقدر يخرج ويدور يضرب دويره ويقصر مع راسه في لي بواط اللي كاينين لا في تطوان من كان في الحبس ديال تطوان او لا في الحبس ديال وادلاو او لا في لي بواط اللي متواجدين في المديه فاش كان في الحبس ديال القنيطره حسب الشهود والناس اللي كانوا كيشوفوه تما. اللقب ديالو في الحبس كان هو الحاج، غير هو واحد النهار نيني خرج باش يقصر كالعاده ولكن ما رجعش، وكيقولوا بان واحد الشخص بالاسم ديالو عبد السلام مرقب بالطردو هو اللي جا موراه حتى القنيطره وهزو معاه في السياره ديالو حتى لسبته. والعجب سيد 8 ايام وهو غابر من السجن، وحتى واحد ما سيق الاخبار، غير مكالمه من شخص مجهول يا اللي غادي تخبر الشرطه بان النيني هذه 8 ايام وهو ما كاينش في الحبس ديال القنيطره. لاعتراض الواقعه غادي يتم اقاله 6 موظفين في السجن المركزي في القنيطره، والمغرب غادي يدير مذكره بحث عند الانتربول بخصوص النيني، غادي يتسلم للمغرب وغتنزع عنه الجنسيه الاسبانيه. نهار 9 في شهر 7 من عام 2010 حط الطياره في مطار محمد الخامس تابعه للخطوط الملكيه المغربيه واللي جايه من مدريد، وعلى متنها المجرم الدولي النينيو واللي كما قلنا سلماته اسبانيا للمغرب ونزعت عنه الجنسيه الاسبانيه. المفروض ان النيني كان خاصو يقضي اللي كان باقي له من العقوبه ديال 10 سنوات، واللي لما تسلم للمغرب كان باقي له منها 3 سنوات و7 أشهر، إضافة لخمسة ديال السنوات حكمت عليه بها المحكمة المغربية بسبب الفرار من سجن القنيطرة. يعني كان خاصو يخرج على أحسن تقدير في 2018، إلا أنه تشاف آخر مرة سنة 2014 وبالضبط نهار الحد 3 أغشت، حيث تشاف الآخر مرة واحد الزورق ديالو، والشهود كيرويو بان جوج ديال الجيتسكيات دازوا من حداه في الاول ومن بعد ضربوا الدوره ورجعوا لعندو وتيراو فيه وداو حتى الجثه ديالو معاهم. البعض كيقول بان هذا غير فيلم دارو النيني باش يوهم الناس انه مات، وهو راه عايش مع راسو الحياه في احدى جزر المالديف بحال والو. العبرة من قصة اليوم هو أنه شحال ما حققتي ديال الثروات في عالم الإجرام والحرام، نهار اللي كتجي الساعة ديالك يقدر ما يبقالكش حتى الآثار، حتى جثة يترحموا عليها الناس اللي عزاز عليك ما كايناش. الأخير ما تنساوش اللايك والكومنت وتشوفوا الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية وتنزلوا تضربوا دويرة في المصادر. بيس الدراري، تهلا.